طبعا مراحل كتيرة مر بيها البريد زي ما حضراتكم تابعتوا من خلال التقرير منذ نشأته لحد دلوقتي ما بقاش في حاجة اسمها ساعي ولا حاجة اسمها بوسطجي. طبعا عشان نعرف كل التفاصيل هنعرفها من الأستاذ نرمين حسن رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير محمد، اهلا بحضرتك استاذ جمانه وأستاذ المشاهدين. اهلا بحضرتك. اعتقد دلوقتي ان احنا خلاص مش في حاجه للبوسطجي، او يعني الشكل الكلاسيكي اللي احنا كنا متعودين عليه بالنسبه لساعي البريد او البوسطجي خلاص ما بقيناش في حاجه ليه. والله يا فندم احنا دايما هنكون موجودين نخدم المواطنين المصريين. طبعا لا، مكاتب البريد باذن الله ودايما هنستحضر خدمات دايما. مكاتب البريد اكيد طبعا محتاجينها. طبعا مكاتب البريد اكيد محتاجينها بعمليات التطوير اللي تمت فيها، لكن اقصد ساعي البريد اللي كان بيلف زي ما شفنا من خلال هذا التقرير بالعجله بتاعته يوصل جوابات للناس، هو ده اللي انا اقصده. يا فندم هو مش هيلف دلوقتي بالعجله، بس هو هيوصل خدمات الاي كوميرس وطرود التجاره الالكترونيه، وكمان هيستخدم الالكتريفايد كارد اللي هي السيارات اللي تعمل بالطاقه الكهربائيه او بالطاقه النظيفه للحفاظ على البيئه. البريد المصري دلوقتي بيستهدف التوسع في خدماته من خلال تقديم خدمات التجاره الالكترونيه سواء محليا او دوليا، سواء تشجيع المنتجين المصريين للوصول الاسواق الدوليه من خلال خدمات شحن متميزه جدا بجوده عاليه جدا وباسعار اقل بكثير من الشركات الخاصه. فالحقيقه احنا مؤمنين بدور ان احنا دايما نمكن المواطن المصري بكافه الطرق من خلال تحديث خدمات. صحيح ما بقاش في مراسلات كثيره قوي بالطبع الشخصي، ولكن لازالت المراسلات الحكوميه موجوده. بس البريد المصري ان شاء الله يعني قريبا هيطلق خدمه صندوق بريد الكتروني لكل المواطنين، تهدف لتحويل كافة المراسلات الحكومية بين المواطنين وبين الشركات الحكومية اللي هي تكون ذات طابع رقمي. طيب أستاذة نرمين، يمكن حضرتك يعني تحدثتي على الحاجات أو المسميات الجديدة أو الخدمات الجديدة سريعا جدا اللي بيقوم بيها البريد المصري دلوقتي، بس خلينا نوضحها بشكل أكبر للمشاهدين. احنا متعودين أنه يمكن البريد كان مرتبط معانا بالجوابات، بس دلوقتي اعتقد الموضوع اختلف، ما بقاش زي ما حضرتك قلتي ما بقاش في جوابات دلوقتي، بس بقى في خدمات تانية كمان مهمه بقينا محتاجينها بشكل اكبر من الجوابات، لانه خلاص بقى دلوقتي في طرق كتير جدا للمراسله. عايزه اعرف من حضرتك ايه الخدمات الجديده اللي بيقوم بيها البريد المصري؟ اولا يا فندم الخدمات المتطوره للبريد المصري خدمات الدفع الالكتروني سواء احتفاظ بطاقات خصم مباشر او بطاقات مسبقه الدفع. عندنا اكثر من 170 خدمه حكوميه بيقدر المواطن ان هو يسدد معاملات حكوميه لصالح الجهات الحكوميه اللي تمس خدماته الاساسيه. عندنا خدمات توفير البريد باعلى عائد على حسابك التوفير في مصر. عندنا ايضا خدمات وصلها موبايل اب، بيقدر اي عميل حابب ان هو يشحن اي طرود داخل مصر او خارج مصر من خلال الموبايل اب يقدر يطلب الطلب ده. عندنا يلا اب، ده برضو اول سوبر اب في مصر بيقدر المواطن يعمل منه خدمات دفع الكتروني او شراء تجاره الكترونيه من خلال الموبايل ابلكيشن. وقريبا ان شاء الله هيبقى في خدمه بريدي زي ما قلت لحضرتك، لازال لا يوجد مراسلات ذات طابع شخصي، ولكن لازالت الجهات الحكوميه في مراسلات مهمه جدا بين الحكومه وبين المواطنين. ان شاء الله البريد المصري قريبا ان شاء الله يعني نقدر نقول بنهايه العام الميلادي الجديد ده هيطلق خدمه بريدي اللي هي خدمه صندوق رقمي لكل المواطنين. هيقدر المواطن ان هو باستخدام مصر الرقميه انه يطلب اي اصدار حكومي مميكن، وتديله الاصدار مميكن مشفر مؤمن من الجهه الحكوميه يقدر يستخدمه مع كافه الجهات الحكوميه بشكل رقمي وليس شكل ورقي. طيب دور البريد في النقطه دي ايه يا فندم؟ يعني حضرتك عشان بس نفهمها اكتر، ممكن اكون انا كمان مش فاهمها، مساله ان يكون التواصل ما بين الحكومه والمواطنين في حال الحاجه لهذا التواصل هيكون من خلال البريد الالكتروني، مظبوط كده؟ هيبقى تواصل رقمي. هو بريد الكتروني مسجل يا فندم، زي البريد المصري هو بيقدم دلوقتي مرفق وبنيه تحتيه ماديه لنقل هذه المراسلات. هيقدم منصه رقميه مؤمنه باعلى المعايير الدوليه، معايير متوافقه معايير التحديد العالمي، معايير تقنيه متطوره جدا بتؤمن التصديق على هويه الراسل المرسل اليه ونزاهه البيانات ودقتها وعدم التلاعب فيها. فاحنا هنوصل هذه المنصه الرقميه، هي هتكون نقطه اتصال بين المواطنين وبين الجهات الحكوميه. طيب طبيعه تواصل البريد بشكل عام مع الجهات الحكوميه عامله ازاي؟ وهنا عايزين نتكلم طبعا عن
بطاقة الرقم القومي لما بنجدد أونلاين، والبريد هو اللي بيقوم بإيصال البطاقات أو الرخص أو ما إلى ذلك. أنا كان ليا تجربة في البطاقات الشخصية، فكانت تجربة مميزة الحقيقة، لكن عايزين نشرحها للسادة المشاهدين. الحقيقة ده من كافة الجهات الحكومية اللي بتقدم خدماتها عن طريق منصات رقمية ومواقع إلكترونية، بيكون البريد المصري هو الناقل الحكومي ليها، وكافة الجهات أيضا اللي بتعمل على منصة مصر الرقمية بيستطيع المواطن من خلال الرقم القومي وعملية تصديق على هويته برضه من خلال مصر الرقمية ان هو بيقدم لطلب أي إصدار حكومي. حاليا البريد المصري بالتنسيق مع الجهات الحكومية عنده نقدر نقول غرفة بريد في هذه الجهات، بيتم استلام الإصدارات وتغليفها وتسليمها للمواطن في فترة أقل من 24 ساعة بمجرد الإصدار. طيب أستاذة نرمين، برضو حابين نعرف من حضرتك تحديدا خدمات الشحن الدولي اللي بيقدمها البريد. احنا فندم اعضاء في اتفاقيه دوليه مع 192 دوله حول العالم، الدول دي ملتزمه والبريد المصري ملتزم اتجاهها بتبادل البريد الحر. ايضا بنقدم الخدمه بمعايير جوده عالميه، يعني بتقاس من الاتحاد العالمي وهو مقره في بيرن في سويسرا. بنقدر نوصل لجميع جهات العالم باسعار اقتصاديه جدا، يعني حضرتك لو قارنت بين اسعار البريد المصري واي شركه شحن خاصه مفيش اي وجه مقارنه، وفي نفس الوقت جوده الخدمه جوده عاليه جدا، لان شركائنا الاوروبيين او في اسيا او في امريكا الجنوبيه او في الاتحاد الامريكيه او في افريقيا الحقيقه يعني نقدر نقول شركاء موثوقين، وكلنا كشبكه برديه دوليه بنعتني جدا بجوده الخدمه. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره أستاذة نرمين حسن رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، نورتينا يا فندم.